أهلا بيكم. برنامجنا النهاردة هو برنامج ريكوردر HQ. برنامج ريكوردر HQ برنامج لتسجيل المذكرات الصوتية وإرسالها عبر برنامج واتساب أو رفعها مباشرة على اليوتيوب. تعالوا مع بعض نتصفح واجهة البرنامج. ريكوردر هو بينزل على الايفون باسم ريكوردر اللي احنا واقفين عليه دلوقتي. هندخله طبعا بالضغط عليه دبل كليك. ريكوردر ريكوردر HQ settings button. اول بطن او اول مفتاح موجود في شاشة ريكوردر HQ هو السيتنجز او الاعدادات. ريكوردر HQ heading. وده هيدنج بيقول ريكوردر HQ. هننزل نشوف ايه اللي تحته. هنسحب سحبة ناحية اليمين. File list button. File list وده يقصد بيه لستة بالملفات اللي تم تسجيلها من قبل. هننزل لتحت نشوف ايه كمان. www.dropbox.com. وهو ده المشكلة اللي موجودة في البرنامج المجاني، طبعا الاعلانات. وموضوع الاعلانات ده ممكن نتغاضى عنه في سبيل ان احنا بنستخدم البرنامج مجاني وبيؤدي الغرض اللي احنا محتاجين له، ان نبعت مذكرات صوتية عبر برنامج واتساب. اللي يهمنا في الصفحة دي او في الشاشة دي 3 مفاتيح او 3 buttons. اول واحد اللي هو في اول الشاشة settings button، اللي هو البطن الخاص بالسيتنج، والبطن الخاص file list button file list. واسفل الشاشة لو حطينا صبعنا فوق زرار الهوم وطلعنا لفوق Done button. بنلاقي بطن اسمه دان، وفوقيه بطن مهم جدا وهو ريكورد button. ريكورد ده اللي يهمنا في الشاشة دي، لكن الاعلانات اللي بتبقى موجودة في نص الشاشة لا تعنينا في شيء. تعالوا نشوف اول بطن وهو بطن السيتنجز settings button. هندخله بالضغط عليه دبل كليك. settings heading ده هيدنج، يعني ده عنوان مكتوب عليه سيتنج او اعدادات. هننزل لتحت Done button. ده مفتاح الدن او التنفيذ. هننزل كمان لتحت upgrade heading. ده الهيدنج او العنوان اللي بيقول upgrade، يعني بيدي لك امكانية لو حابب تشتري النسخة اللي هي بتكلفة. هننزل كمان لتحت، ومعنى كلمة ننزل لتحت يعني بسحب سحبة ناحية اليمين premium. ده البريميوم يعني النسخة العادية. هننزل لتحت كمان record heading. ده الهيدنج بتاع ريكورد. Sample rate 44,100 هرتز. هو دلوقتي بيقول لي انك انت بتسجل بكواليتي او يعني الريت بتاع السيمبل 44,000. هنزل كمان مرة لتحت. File format M4A. والفايل فورمات اللي بتسجل بيه Channel Stereo. ونوع التسجيل استيريو. Share heading. العنوان الخاص بالشير او بالمشاركات. تعال نشوف ايه اللي تحته. Use iCloud switch button on. Use iCloud ده بيقول لك احفظ الحاجات اللي بتسجلها على iCloud، وده انا عامله on لكن احنا ممكن نخليه off لانه ملوش لازمة، يعني هيستهلك مساحة على الفاضي. Off Dropbox switch button off. الدروب بوكس بيقول لك لو عايز بعد ما بتسجل على طول يرفع لك الملف على الدروب بوكس، انا هنا عامله اوف. لو انت حابب تخليه اون يبقى معناه ان بعد التسجيل على طول هياخد الملف يحطه لك في الدروب بوكس. فيسبوك لوجن وذ فيسبوك. وبيقول لك تحب اي ملف تسجله ابعته لك على طول على الفيسبوك، طبعا يبقى لازم نضغط هنا ونسجل دخولنا على الفيسبوك. نسحب سحبه ناحيه اليمين جوجل درايف سويتش بتن اوف. وده الجوجل درايف لو حابب اي مذكرة صوتية تسجلها يرفعها لك، انا عامله اوف. وان درايف سويتش بتن اوف. والوان درايف ده برضو نوع من انواع المواقع اللي بتسمح برفع الملفات، انا عامله اوف. يوتيوب سويتش بتن اوف. او انك ترفعه على اليوتيوب. طبعا زي ما انتم ملاحظين البرنامج امكانياته عالية جدا. هنسحب سحبة تاني ناحية اليمين. ساوند كلاود سويتش بتن اوف. ولا تحب ترفعه على موقع الساوند كلاود، برضو انا عامله اوف. سيكيورتي هيدنج وده السيكيورتي او الحمايه، وده عنوان. نشوف ايه اللي تحته. نسحب سحبه ناحيه اليمين. باسورد اون ستارت اب سويتش بتن اوف.
بيقول لك تحب انك كل ما تشغل برنامج يعمل لك باسورد علشان ما حدش يقدر يدخل على البرنامج ويعرف ايه الملفات الصوتية اللي انت مسجلها. انا عامله اوف. ده اهم الحاجات اللي موجودة داخل السيتنجز. طبعا نضغط على مفتاح ضن عشان نخرج من الشاشة اللي احنا موجودين فيها. طيب احنا يهمنا دلوقتي ازاي نسجل ملف. هننزل نخلي صبعنا فوق الهوم ونطلع لفوق على الشاشة. لقينا مفتاح ضن. هنسحب صحبة ناحية الشمال. ريكورد. احنا بمجرد ما هنضغط دلوقتي على ريكورد هيتم التسجيل. اسمحوا لي اديكوا فكرة بسيطة كيفية التسجيل وهنجرب مع بعض. كيفية التسجيل هي اني هضغط على مفتاح ريكورد دبل كليك، فهسمع تون خفيف جدا بيديني اشارة ان انا دلوقتي بسجل. هبتدي اسجل، اقول المذكرة الصوتية اللي انا عايزها، وفي نهاية الامر هرجع للبطن اللي اسمه done واضغط عليه دبل كليك. المشكلة الوحيدة اللي بتواجهنا اثناء التسجيل على برنامج ريكوردر HQ، اثناء التسجيل صوت الفويس اوفر بيبقى منخفض الصوت ومش هقدر اعليه طالما الريكوردر HQ موجود. هقدر اتحرك على الشاشة واسمع صوت الفويس اوفر ولكن هيبقى صوت منخفض جدا، الا لو انا حبيت اسمع صوت الفويس اوفر بوضوح كامل لازم اوصل سماعة الاذن الخاصة بالايفون. اهم شيء نعرفه ان بعد انتهاء التسجيل والضغط على مفتاح ضم هيديني alert بيقول لي سجل اسم الملف. تحب تحفظ الملف بأي اسم؟ طيب تعالوا دلوقتي نروح نعمل تجربة عملية ازاي نقدر نسجل مقطع صوتي باستخدام برنامج ريكوردر HQ. انا هحط صباعي فوق زرار الهوم وهطلع لفوق. لقيت طبعا البطن بتاع ضم. هسحب سحبة ناحية الشمال. وده الزرار بتاع الريكورد، هضغط عليه دبل كليك عشان يبدأ التسجيل. احنا دلوقتي بنجرب برنامج اسمه ريكوردر HQ. البرنامج بيستخدم في عمل المذكرات الصوتية وارسالها عبر برنامج واتساب. دلوقتي هحط صباعي تاني فوق الهوم واطلع لفوق. لقيت بطن اسمه دن. لو سحبت سحب ناحية الشمال لقيت بطن اسمه باوس اللي هو الإيقاف المؤقت. نقدر نعمل إيقاف مؤقت للتسجيل ونرجع نسجل تاني، لكن أنا هرجع للبطن بتاع ضن. هسحب سحبة ناحية اليمين، هضغط ضن. زي ما وضحت لحضراتكم لما ضغطت على بطن دن اداني alert او تحذير واداني اسم الملف، وهو بياخده by default او تلقائيا تاريخ تسجيل الملف، وهو عبارة عن text field is emitting 2014-07-18-13-2107. زي ما سمعت حضراتكم هو text field. انا طبعا اقدر اضغط هنا double click وامسح اللي موجود. كده انا مسحت اللي موجود في التكست وهسمي الملف ريكوردر HQ. هو بقى اسمه دلوقتي ريكوردر HQ. نروح لبطن اسمه سيف. هضغط عليه دبل كليك. بكده انا سجلت الملف. طيب علشان اصل لهذا الملف واقدر ابعته عبر برنامج الواتساب اروح لبطن اسمه فايل ليست. هو ده البطن المفروض هدخل عليه علشان اشوف الملفات اللي تم تسجيلها. تعالوا ندخله بالضغط عليه دبل كليك. Back to record button. اول بطن ادهوني في هذه الصفحه باك تو ريكورد، يعني ارجع علشان تقدر تسجل. هسحب صحبة ناحية اليمين. Search field.
ده سيرش فيلد، لو ضغطت عليه دبل كليك هيديني امكانيه لو انا عندي عدد كبير جدا من المذكرات الصوتيه اللي انا سجلتها، هبحث بالاسم اللي انا حفظته علشان اصل للملف بسرعه. هنزل لتحت cancel dimmed button، في طبعا كانسل وهو هنا يعني غير مفعل لان انا ما كتبتش اي حاجه. هسحب تاني سحب ناحيه اليمين file recorder hq m4a date 2 minutes ago length 39 seconds. لو لاحظتوا قال لي اسم الملف اللي احنا سجلناه مع بعض recorder hq، وقال لي تسجل امتى، وقال لي طول الملف كام. لو سحبت سحب ناحيه اليمين تحت اسم الملف هلاقي more info file recorder hq M4A date 2 minutes ago length 39 seconds button. قال لي مور انفو واداني اسم الملف وقال لي انك انت سجلته من دقيقتين وطول الملف ومعلومات عنه. هدخل المور انفو دي بالضغط عليها دبل كليك. باك button. اول بطن لقيته في الصفحه دي هو باك. هسحب سحبه ناحيه اليمين. File name recorder HQ M4A. قال لي اسم الملف فايل نيم ريكوردر اتش كيو. هسحب سحبه ناحيه اليمين. فايل سايز 1.6 MB. وبيقول لي حجم الملف او الفايل سايز 1.6 ميجا بايت. كواليتي 44.1 كيلوهرتز. الكواليتي او الجوده بتاعه التسجيل 44.1 كيلو هرتز. بلاي بوزيشن ادجستبل. وبيقول لي بلاي بوزيشن يعني مكان التشغيل، وده adjustable يعني اقدر اشغله من اول الدقيقة الاولى او التانية زي ما انا عايز. هسحب سحب ناحية اليمين. zero. طبعا هو zero عشان في بداية الملف. هسحب سحب ناحية اليمين. play button. ده طبعا البطن بتاع البلاي او اللي هو التشغيل. لو ضغطت عليه دبل كليك هسمع الملف اللي انا سجلته، لكن انا يهمني ان انا ابعت الملف عبر برنامج واتساب. هسحب سحب ناحية اليمين. شير بتن. وده البطن اللي انا بدور عليه، هو بطن شير او مشاركه. هضغط عليه دبل كليك. شير مسج بتن. اول اختيار الدهوني اللي هو المسج او ارسال الملف الصوتي عن طريق رساله. هسحب سحب ناحيه اليمين. ميل بتن. او عن طريق الايميل. هسحب سحب ناحيه اليمين. سيف تو كاميرا رول بتن. اقدر اعمل له سيف تو كاميرا رو، يعني اقدر اخزنه على الكاميرا رو اللي على الايفون بتاعي. هسحب سحبه ناحيه اليمين. سيف از ام بي 3 فايل بتن. ده بطن مهم وهو بيقول لي سيف از ام بي 3 فايل، يعني تقدر تحفظ الملف كملف ام بي 3 بصيغه الام بي 3. هسحب سحبه ناحيه اليمين. اوبن ان بتن. وده البطن اللي انا بدور عليه اللي هو اوبن ان. هضغط عليه دبل كليك. اداني هنا لستة بالبرامج اللي موجودة عندي على الجهاز اللي بتقدر تشغل الملف الصوتي. على سبيل المثال قال لي فايلز برو. هسحب سحبة ناحية اليمين. Open in recording pro button. او open in recording pro. انا يهمني في اللستة دي برنامج واتساب. هدور على واتساب. Open in WhatsApp button. Open in WhatsApp button. هضغط عليها دبل كليك. Recent chats heading. اول حاجه الدهاني ريسنت شاتس، وده هيدنج، ده معناه المشاركات السابقه. هسحب سحب ناحيه اليمين. كانسل بتن. ده طبعا بطن الغاء الامر او كانسل. هو هيديني دلوقتي لسته بالجروبات اللي موجوده عندي او الاشخاص اللي انا بعت لهم قبل كده رسائل او هم بعتوا لي رسائل. ولكن لو حطينا صباعنا فوق زرار الهوم وطلعنا لفوق فورورد كونتاكتس بتن 3 اوف 3، قال لي فورورد كونتاكتس 3 of 3، يعني بيقول الأشخاص المسجلين عندك على الجهاز، وده 3 من 3، يعني في اختيارين تاني. هسحب سحبة ناحية الشمال. Forward groups button 2 of 3. ولا تحب تبعت للجروبات اللي موجودة عندك، وده 2 من 3. هسحب سحبة ناحية الشمال. Selected forward recents button 1 of 3. Recent chats يعني الناس اللي انت بعت لهم شاتس او اللي هما بعتوا لك. علشان اقدر ابعت الملف الصوتي لجروب من الجروبات اللي عندي، هضغط على الجروب اللي انا عايز ابعت له دبل كليك. بحر التقنية. Open hand. سنتو بحر التقنية. Open hand. Hard suit.
انا ضغطت على بحر التقنيه دبل كليك، فداني الارت او تحذير وبيقول لي سند تو بحر التقنيه، يعني عايز تبعت الملف الصوتي ده لبحر التقنيه. عندي اختيارين، هسحب سحبه ناحيه اليمين. No. الاختيار الاول بيقول لي نو، لا ما تبعتوش. هسحب سحبه تاني ناحيه اليمين. Yes. والاختيار التاني بيقول لي يس باتون. لو انا ضغطت دلوقتي دبل كليك على باتون يس، هيبعت الملف الصوتي للمجموعه او للجروب او للشخص اللي انا اخترته. وبكده يكون انتهى لقاءنا اليوم مع برنامج ريكوردر اتش كيو لتسجيل المذكرات الصوتيه. حتى نلتقي مجددا، لكم مني اطيب الامنيات.